أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثالث: إذا حلف الإنسان أن سيفعل كذا وكذا ثم لم يفعل هذا الشيء فماذا عليه؟ وهل عليه كفارة؟ وما كفارته إذا كان عليه كفارة؟ إذا حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله فإنه تكون عليه الكفارة. قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه يمين منعقدة، إذا قصد عقدها على شيء مستقبل ممكن ولم يفعله أو على أن لا يفعله وفعله فإنها تجب عليه الكفارة بنص هذه الآية الكريمة. ومن باب أولى إذا كان هذا الشيء محرما فإنه يتعين عليه أن لا يفي بهذه اليمين وأن يكفر عنها. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولقوله جل وعلا: ولا يأتلي، يعني يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فإذا حلف أنه لا يتصدق أو حلف أنه لا يصل رحمه أو حلف أنه لا يصلي فريضة أو نافلة إنه لا يجوز له المضي في هذه اليمين، بل ينقضها ويكفر عن يمين. قد قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم.